يشارك سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وسعادة السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية 45 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 17 وحتى 23 من أكتوبر الجاري بمدينة فينيتيان، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني الدولي والمشاركة في المحافل البرلمانية العالمية. لإلقاء المزيد من الضوء على هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من مدينة فينيتيان سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. أهلا بسعادتك معنا في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا عن مشاركتكم كممثلي عن مملكة البحرين في هذه الاجتماعات. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على هذه الاستضافة. تأتي هذه المشاركة لتؤكد على الالتزام مملكة البحرين بتعزيز الحوار والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا في إطار الجهود البرلمانية الدولية لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الهامة التي تشغل الساحة العالمية، كما نتطلع أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مملكة البحرين ودول جنوب شرق آسيا، حيث أن الاجتماعات التي تجمع البرلمانيين تعتبر فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل ممارسات في المجالات التشريعية والرقابية. ختاما، نجد من الضروري التعاون المثمر الذي نطلع إليه في المحافل البرلمانية الأقليمية والدولية الذي يعتبر مساعدا فعالا لتعزيز الحوار والتفاهم بين دول الأعضاء في الرابطة والعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك بين دول شرق آسيا. نعم، من مدينة فينيتيان سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.